شاء الله رمضان كريم علينا وعليكم، ان شاء الله ينعاد علينا بالخير والمحبه. بالنسبه لرمضان في تحضيرات يعني افضل واحسن من قبل، يعني بننزل شيء جديد على رمضان مثل كباب اورفلي، كباب ازمرلي، كباب باللبن، يعني موضوع هذا كلياته ان شاء الله بيكون مستجد وافضل. يعني سابقا يعني كانت اول المعلبات ممنوع، هسه كل شيء توفر بشكل عام، يعني بشكل كامل ما في شيء اسمه ممنوع الحمد لله. الوضع جيد جدا، وضع البلد افضل، فكل ما زال التقدم افضل ان شاء الله. وبالنسبه يعني المشاوي في افضل يعني من رمضان، كونه يعني ان شاء الله شهر الخير والمحبه، وان شاء الله يا رب ينعاد على الكل بالخير. انا رمضان رحت على عين عيسى، قلت يحطوني بالمخيم، قالوا لي ما يصير، قالوا لي ما يصير، يعني هويتي شرقه واهل الرقه كلها رجعت على البيوت. انا كيف حالتنا ضعيفه بنوبه، يعني للصفر. والله الصيام جانا، والله ما عدنا حاك خبز ناكل. تقول لك الصراحه والله ما عدنا حاك خبز، وباشر بدنا نصوم يعني. الحمد لله يعني كنا من امه محمد، بدنا نصوم ولا شنو؟ كويس والله، كويس والله، امور كويسه ومبسوطين. لا مبسوطين الا كايفين الا.